يعني ما جتك فترة وتحديت نفسك والناس وقلت أنا راح أرجع أقوى من قبل عماد محسن اللي تعرفه الناس؟ خلينا نقول أسوة بما صار مثلا مع أيمن حسين. أيمن وصل مرحلة العراق كله ينتقده بس والمحللين والمدربين لقى شنو؟ لقى مني دعمه ويسنده ولقى مدرب يعرف مواصفاته ويوظفها صح. يعني احنا ايمن حسين تحياتنا الى حد الان هو يمكن النقطه المضيئه بالمنتخب بعد ما كان بفتره سابقه انه يصفونه من اسوء اللاعبين يعني مع العلم هو الخلل مو بي لكن اكو مدرب اجى وصل يعني شاف انه ايمن عنده قدره بس كنا عرفناها وكنت شفتها والجمهور شاف انه عنده قدره بالالعاب الهوائيه وظف سيستم فريق كامل على ايمن حسين والدليل هسه انه منتخبنا بدون ايمن ما يقدر يسوي شيء لان صار سيستم او اسلوب لعبنا هسه احنا اللي اغلب المدربين والمشاهدين يقول لك احنا ما عندنا اسلوب لا اكو اسلوب بسيط نعتمد على الكرات الهوائيه اللي يحصلها ايمن وعندنا دفاع المترابط الدفاع المنطقه ودفاع الزون واللي جاي يسوي المدرب هسه جاي نشوفه يعني انه جاي يدافع بكل اطراف الملعب يعني ايمن لقى اللي يدعمه انت ما لقيت اللي يدعمك اكو لاعبين اكو لاعبين ينصاب يمر بظروف وتلقاه بالمنتخب عادي وكل لاعب لا ده لعبه ما قوالين بعد بس هاي مو مشكله باللاعب او مشكله شنو المعيار بالتعامل بين اللاعبين؟ مزاجيه تقييم شنو هي اكو مزاجيه واكو همين مرات حظ انه اللاعب انت يجيك يعني تجيك الفرصه ويا مدرب انه يعزك ويشوف بيك فد مواصفات انه تخدمه وهو يخدمك ممكن ظلم نفسه ايمن بالتوقيع مع الخور القطري؟ ما اعتقد لا يعني انت لاعب يعرف امكانياته ويعرف نفسه وممكن العقد اللي اجاه ممكن افضل من العقود اللي اجته صراحه يعني احنا ما نعرف شنو العروض اللي اجته ممكن العالم تتساءل ليش بس ايمن ممكن ما اجته عروض افضل هو اعرف بامكانياته واعرف بالمكان اللي يروح له هو صاحب تجربه انت اليوم مهاجم مثلة منتخبنا والأندية الجماهيرية فمن واحد يقول لك انطيني رأيك من الأفضل في خط الهجوم أيمن حسين مثلا لو علي الحمادي شو تقول له حاليا أي. طبعا أيمن طبعا أيمن طبعا أيمن يعني أنت الرجل يمكن هو الوحيد اللي مستوى ما نقول مستوى عالي لكن منتج يعني ثابت مستوى بالمنتخب ثابت بالأهداف صراحة يعني هو اللي هسه اللي الاسلوب اللي يعتمد عليه المنتخب كله ايمن والدليل احنا غاب عن لعبه الكويت يعني ما قدرنا نوصل للهدف ما قدرنا نسجل وممكن نتاثر بالمستقبل ايضا لان ما صنعنا مهاجم يوازي ايمن او امكانيات ايمن ممكن لكن مع عوده مهند حاليا مهند ايضا يمر فتره جيده نوعا ما يعني شفنا حتى الخمس دقائق العشر دقائق اللي يلعبها تحس اكو نشاط اكو حركه لكن اسلوب اللعب ينفع ايمن اكثر ما ينفع المنتخب غير اسلوب لعبه كله من اجل ايمن؟ طبعا 100% 100% اي ونجح الدليل هسه ناجح اكثر المهاجمين اللي يسجلون هو ايمن شيل ايمن تخلي علي الحمادي خلي مهند مواصفات تختلف مع اللاعبين مو نفس مواصفات ايمن اذا شيل ايمن من هذا التيم كله تضطر تشيل وياه بعد لاعبين ثلاثه توازي النظرة اللي يلعب بها المهاجم الثاني اللي بديل تعرف مهند مميز بالاختراق بالسرعة بالتحركات عكس ايمن اللي مميز بالسرعة لكن الكرات العالية والهوائية او العرضيات الجانب هو خطر بالجزاء زين الوان مع عماد محسن